السلام عليكم بنات ومرحبا بكم متتبعات قناة أم عثمان زيدات، كيف حالكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. وقال لكم مودي ما تنساوش ديروا وحط لايك وابوني ما تنساوش ديروا اللايك وابوني وجيم وجيم، يا لايك يا جيم. كنتمنى السعادة والهناء للجميع، والله يحفظ لكم وليداتكم، والله يجعلكم ان شاء الله تشوفوهم كيف ما تمنوا تمنيتوا. اليوم البنات غنخدم معكم هاد الرشيمه اللي فيها خطفه وفيها غرزه الذهب، اللي كنتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم. وغنبداو بسم الله على بركه الله وغنبداو بسم الله وعلى بركه الله التطبيق ديال هاد الرشمه. اول حاجه غنبدا بها البنات هي هنا، اول حاجه غنبدا بها البنات هي هاد الخطفه. هاد الرشمة مخدومة بالصم، اول حاجة كيف ما شفتو معايا كنشكلو الاطار البنات، كنشكلو الاطار اولا كنخدمو الاطار وكنبدا نعمر في نفس الاتجاه. نحاول هكا، شوفوا معي البنات، شوفوا معي الاخوات اتجاه ديال التعمار ديالي، دائما في اتجاه واحد البنات. الخدمه كلها كنعمرها في اتجاه واحد، كنبقى خدامة في نفس الاتجاه. يعني بهذه الطريقة شفتوا الشكل ديالها كيف جا، يعني كتجي الدقة كلها في نفس الاتجاه. كذلك بالنسبة لهذه الجهة، هنا البنات بلي سخاطة، اللي كان الاتجاه اللي خدمت عليه وبديت عليه هو اللي كنبقى ندير خطفة عليه، يعني نفس الاتجاه. شفتوا معايا البنات الماكينه اشنو كدير ليا في الصم، يعني كاين بعض الصم اللي سبحان الله العظيم ما كيبغيش يدوز في الماكينه، يعني ولا داز كيدوز هو كيخدم ويقطع لك، ولكن دائما البنات الصبر الصبر الصبر، يعني هذه هي النصيحه اللي ننصحكم دائما صبروا. هانتوما قدام عينيكم وكتشوفوا يعني ما حبس ما حتى شي حاجه، باش عرفوا راه ماشي غير نتوما اللي كتقطع لكم الصم، راه حتى انا كتقطع ليا. اشنو كندير؟ كنرخف شويه الميزان ديال الماكينه، يعني كنحرك العراض غير واحد شويه وكنبقى ندير بحال الزيكزاك بحال الخياطه، مره طالعه مره نازله حتى نكمل المرمه ديالي كامله ولا الجزء اللي غنخدم به فيه الخطفه. راه سهله البنات وهي اللي على درجه الموضوع اللي خدامه بزاف. عمر ما نخليش الثوب كيبقى يبان، غنخدم هاد الاشكال اللي حداها.
الماساج الاول غنحيد الجيم العراض وغنضيع عمر فوق منه. يعني شوفوا معي بنات، يعني كنطلع وكنهبط، يعني كنطلع وكنهبط، كندير واحد اشكال خطوط فوق من داك الخط اللي درت الاول بلا ما ندير العراض. كتعطي واحد الشكل جميل للطرزه، كتبان بحال منبسه البنات. هي البنات غندوز فوق منها بخياطة على الاطار ديال هذا الخط، هذا يعني غير الوسط ديالو صافي البنات. دابا غنخدم هنا هاد الشكل هذا بالغرزه، غرزه الذهب. يعني كنخدم الصف الاول، كنخدم الصف الاول وكنبدا بين الضربه والضربه كندير ضربه، يعني بين الدقه والدقه كنخشي واحد الدقه وكنخلي الخيط عامر، يعني الضربه تكون عامره. يعني لاحظوا معايا بين الدقه والدقه كندير واحد الدقه. غير تبان لكم هنايا كيفاش كنخدم، يعني بين الوحده والوحده هنا هنا كيفاش الوحده، يعني بين الوحده والوحده هانتوما بين الوحده والوحده كنخشي كندير دقه البنات. هانتوما ديما بين الوحده والوحده غادي وكنقص، يعني غادي وكنقص على حساب كنبقى طالعه وانايا كنقص البنات على حساب هاد البيصه اللي عندي هنايا. دابا انا طالعه وكنقص، اما دابا غيولي ثلاثه، غيولي جوج وتسقيفه ديال
الخيط الاخيره. شفتوا الشكل ديالها كيف جا؟ يعني كتجي كتجي مزيونه البنات. خدمت الخنيجرات وخدمت يعني كملت الترشيمه ديالي. هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى من الله نال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء ان شاء الله في حصه جديده من حصص علم الطرز الرباطي المسكون مع ام عثمان زيدان.